السلامة، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا، في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم مش نحكي على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي قال إنه الأموال المنهوبة تبلغ 13 مليار و500 ويجب أن تعود للتونسيين. يرحم والديه، أحسن خطاب ريتو اليوم، أحسن لقاء ريتو اليوم، وأحسن اقتراح زاد ريتو اليوم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مساء يوم الأربعاء 28 جويلية 2021 سامير ماغول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن عدد رجال الأعمال الذين تتعلق بهم مسألة الأموال المنهوبة هم 460 رجل أعمال بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق. وقال رئيس الدولة أن الأموال المنهوبة موثقة بالأسماء والمبلغ الذي كان مطلوب منهم حسب ما أكد أحد رؤساء الحكومات السابقين 13 مليار و500، كما أوضح أنه يدعو إلى صلح جزائي وليس هنالك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب. وزاد حتى اللي كلاو حق تونس أعطاهم فرصة مزيانة وأعطاهم اقتراح حلو، انه على قد ما سرقت تعمل بيه استثمار، هذيك كان سرقت برشا تستثمر بيه في بلاصه فقيره على الاخر، وكان سرقت شويه تستثمر فيه في مكان اخر اغنى شويه من المنطقه هذيك، مثلا معتمديه فقيره برشا يستثمر فيها مشروع كبير، وولايه هكاك وبرا يستثمر فيها معناتها مشروع على قدها هي. واوضح رئيس الجمهوريه الاموال المتخلده بذمتهم يجب ان تعود الى الشعب التونسي، وسيتم اصدار نص في هذا المجال لابرام صلحها جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيبهم تنازليا من الأقل تورطا إلى الأكثر تورطا، ويتعهد كل واحد منهم بالقيام بمشاريع في المعتمديات الأكثر فقرا. والله برافو، يعطيه الصحة. وأشار إلى أن هذه المشاريع ليست استثمار لأنها أموال الشعب ويجب أن تعود إليه عبر المدارس والمستشفيات والطرقات. معناتها راه مش أنت باش تستثمر تعمل معمل داخل من الفلوس، لا، يا تعمل مستشفى، يا تعمل تصلح طرقات، يا حلوة هذه، يا تعمل مدارس، والله أحسن حاجة. أضاف رئيس الدولة أطلب أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون، فأنا لست من دعاة سجن أحد. يرحم والدي، قال لكم أنا راني مسترجل معاكم، ما نحبش نربط حد، صلحوا اللي سرقتوه، رجعوا للدولة وصلحوا به الدولة، هذاك حق الشعب. اللي يجي يبني له في حوم تعرفوه راه صريخ كبير. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.